وعبد الفتاح زوين من إحدى وحدات صنع وإنتاج الأجبان. تربية الماعز بشفشاون مكنت المربين الصغار من تنويع مداخلهم عبر تطوير سلالات الماعز وتجميع الحليب الذي وجهوا مباشرة لتعاونية إنتاج الأجبان كما هو الشأن هنا بهذه الوحدة. والدرجين أننا كنتعامل مع الكساب اللي كيربيو الماعز كناخدو من عندهم حليب الماعز بحتما اللي هو مزيان وكنفالوريزيو في هذه الوحدة هذه كنصنعو به دي فخوماج اللي هما أباز دو لاد شابر كيف ما كتشوفوا هنايا في الوحدة كنصنعو الجبن الخالص من حليب الماعز وكنصايبو حتى أنواع أخرين من الفرماج. إنتاج الأجبان يمر بمراحل عديدة للمعالجة قبل الوصول إلى مرحلة التلفيف. كاين حاليا واحد 40 كساب اللي كتنتج الحليب ديالها هنايا اللي كنصنعوه الجبن واللي كان تم التسويق ديالو اساسا هنا في الاقليم ديال الشاون او لا في الجهه كلها. من بعد اقليم الشاون كاين اقليم تطوان وطنجة وكنوصلوا حتى للتسويق حتى للرباط والدار البيضاء بحيث كنحاولوا نوسعوا التسويق ديالنا. ساهمت هذه الوحدة إذن في تثمين مشتقات حليب الماعز وتحسين دخل المنتجين وتأطيرهم وفق جودة بمعايير ومواصفات دولية.